لجنة الصندوق الوطني للعمال الأجراء خطوة مهمة وقفزة نوعية من خلال تطوير تطبيقات وأرضيات رقمية تسمح بتخفيف إجراءات حصول المؤمن له على حقوقه دون عناء التنقل إلى الصندوق. لا تيدي ديكلاراسيون حاجة لي مهمة لاباس، لاديرون باش ما يتعبش من البيرو تاعو يقدر يبعث لا ديكلاراسيون دو كوتيزاسيون، يبعث لا داس، يافيلي كلش. احنا كممثلي ارباب العمل، لا بلاتفورم دو تيلي ديكلاراسيون سهلت لنا بزاف العمل باش نصرحوا بالعمال تاعنا بكل سهوله. التصريح تاع الخدام عن بعد، منها نربحوا الوقت، منها نقصوا لا شارج على الخدامين تاع القطاع هذايا. التصريح عن بعد، الارضيه الرقميه الهناء وغيرها كلها اليات الكترونيه جديده تسمح بتحسين الخدمه العموميه للمنتسبين للصندوق. رأيي في تطبيق لنا وتطبيق يسهل على المواطنين الإجراءات الإدارية، تقدر تخرج شهادة الانتساب، كما تقدر تدفع مالادي بلا ما تشقى وتروح لاكناس. الصندوق الوطني يعني أدرج جملة من الخدمات الإلكترونية ترمي لتحسين الخدمة العمومية وعصرنتها، سواء لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا أو أرباب العمل وحتى ممارسي الصحة المتعاقدين وغيرهم من الشركاء. دونك وايت يدرج هذه الخدمات الرقميه في سياق تخفيف الحصول على الاداءات والخدمات دون عناء التنقل الى مرافقه وشبابيكه، ويتعلق الامر بالخدمات. مثلا عندنا الارضيه الرقميه الهناء، هي يعني ارضيه متاحه للمؤمنين لهم اجتماعيا. الخدمات الرقميه تؤدي دورا كبيرا في تسهيل الاجراءات الاداريه وعصرنتها، على ان تعمم العمليه على القطاعات الاخرى لمسايره تطورات التكنولوجيه الراهنه.